هلا والله وسهلا. ببدأ معكم الآن حل العشاء اللذيذ بالمرة واللي سهل ومقاديره سهلة بإذن الله. أهم شيء هو بسكوت الشاهي هذا، شفت الصينية بايروكس. أفضل شيء إنها تكون مربعة أفضل عشان يكون الحلاء مرتب ومتساوي، لكن اللي ما عنده مثلي عادي تحط بيضاوية، تحط مدورة، تحط اللي تبي. الحين احط طبقتين من البسكوت هذا، طبقتين فوق بعض من غير ما اغمسهن بحليب ولا اغمسهن بشيء ابدا، احطهن ناشفات. الحين بصف البسكوت وارجع لكم باذن الله. شفتوا صفيت البسكوت تقريبا اخذ 1.5 من هذا طبقتين، وسددوا الفراغات خواتي بسكوت صغير وهذا وخلوا على جنب وعشان نسوي الخلطة مع بعض بإذن الله. الحين انتهينا من هذا، الآن أسوي الخلطة اللي بصبها فوق البسكوت. شوفوا أجيب 3 أظرف من كريمة الكراميل هذه وفرغه بالقدر 3، حاولوا تكون الأصلية زي كذا عشان يطلع الطعم، يطلع الحلاء طعم على قولتهم. بعدين احط 4 ملاعق مليانه حليب بودره، 4 ملاعق. شفتوا طبعا ما احط سكر، احط عليهم 3 كاسات ماء، 3 كاسات. وحطن على النار لين يغلن شوي، بعدين اطفي عليه اخليه يبرد، بعدين احطه بالخلاط مع ظرف بسكوت، بسكوت الشاهي هذا شفتوه. خلاص الحين اخلطهن سوا واحطن على النار يغلن شوي، يعني اذا بدا يغلي خلاص اسكر عليه. حطيتن على النار لين يغلن، بعدين اخلطهم مع بسكوت الشاهي بالخلاط، بس لازم ما نخلطه حار عشان اذا صبناه على بسكوت ما يرقى البسكوت فوق ويحوس الحلا. اخليه لين يبرد بعدين اصبه على شوي شوي على البسكوت باذن الله. الحين اخليه يغلي شوي بعدين اكمل معكم. الان احط بكاس الخلاط 1.5 من هذا، احط بكاس الخلاط واصب عليه الكريمه اللي فوحتها، اخلطهن سوا بعدين اصبهن على شفتوا. الحين خلاص غلا اسكر عليه. زي ما تشوفون حطيت باكت ونص من البسكوت بالخلاط، الحين اصب عليه خليط الكريمه والحليب وخلطه واخليه بالكاس حقه لين يبرد شوي، بعدين اصبه على البسكوت اللي بالصينيه اللي صفيته بالصينيه. لا تصبونه وهو حار خواتي عشان ما يرقى البسكوت على فوق ويخرب الحلا، خلوه لما يبرد بالخلاط بالكاس حقه وبعدين صبوه. هذا البسكوت اللي صفيناه بالصينيه، هذا الخليط بعد ما برد نوعا ما. الان اصبه على البسكوت من غير ما اغمس البسكوت بشيء ولا شيء، هو ناشف كذا. لا اله الا الله. اذا شفتوا الخليط مره ثقيل زيدوا عليه شوي حليب، حليب سائل خلوه يخففوا شوي. اذا شفتوه ثقيل، اذا شفتوا قوامه لا زين ومناسب خلاص تمام. غطوا كل طبقة البسكوت خواتي، لا تخلون بسكوت طالع أبد. هذا أنتم أبي كل واحدة تسمي هالحلا اسم، عجزت أطلع له اسم، فأنتم يلا اختاروا له اسم وأعطونا إياه. شفتوا الآن أدخله بالثلاجة أخليه لين يبرد تماما، بعدين أحط عليه الطبقة البيضاء اللي فوق،
بخلطه معكم واوريكم كل شيء باذن الله ونزينه مع بعض وكل شيء، لكن الان بدخله الثلاجه خليه يتماسك ويبرد. الان بحضر معكم الطبقه البيضاء. شوفوا حطيت هنا جبن كيري علبه كامله اللي ب 12 حبه، واحط ظرفين دريم ويب، انا صينيتي كبيره شوي فبضاعف المقدار. طبعا اللي صينيتها صغيره تحط نصف المقدار هذا دريم ويب، جبن كيري، وبحط تقريبا ثلاث ارباع علبه الحليب المكثف هذا، ثلاث ارباع العلبه، وخلطهن مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا هي شفتوها ثقيله مره خففوها بشيء شوي حليب، بس كل ما صارت ثقيله كل ما صارت احسن. شفتوا خلاص الحين اخلطهن باذن الله وارجع لكم بحول الله وقوته. الآن بعد ما بردت شوي نوعا ما وخلطت الطبقة البيضاء، الحين أحطها عليها بشوي شوي 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 عشان ما يختلط. شفتوا شفتوا شلون متماسكة، يعني مو ذيك الخفيفة مرة، قوامها مرة بطل. طبعا راح نصبها بعدين واسوة عاد ملعقة ولا بشيء. الحلا مرة فاخر وسهل زي ما شفتوا، مقاديره بالمرة بسيطة. اللي حاب يحط علبة قشطة مع الخلطة البيضة يحط، أطعم تخفف من الحلا شوي. شفتوا ما شاء الله، الحين خلاص أواسية ملعقة، بعدين أزينه التزيين الأخير. شلون زينوا كذا ملسوه، حلسوه ملسوه على قولتهم. ها ان شاء الله الحلا ملكي. طبعا في اطلق عزيمه جات احد ضيوف، سبحان الله يبيض الوجه صراحه. خلاص كذا تمام التمام، شفتوا حلسناه وملسناه، يستاهل بق ضيوفنا. عاد الحس والطاسه انتم لذيذه طعمه صراحه. الحين وش نزينه فيه؟ نزينه هل تشوفون قطعه فراوله، قطع فراوله، اقطع الفراوله نصين بعدين ازينه به، ولا برمان ولا باللي انتم تبون واللي عندكم متوفر. شفتوا شفتوا ما شاء الله تبارك الله، حطينا الفراولات عليه. شفتوا الان بجيب توفي من نستله واسوي كذا خطوط عليه كذا زينه. خلاص اغلفه بقلاد بلاستيك ذا الشفاف، بعدين ادخله بالثلاجه. لازم تسوونه اذا عندكم عزيمه بكره تسوونه من الليل افضل عشان يتماسك ويقطعون بعض. وهذا خلاص الحين بحط عليه التوفي وبغلفه بقلاد وادخله الثلاجة وليس الفريزر، الثلاجة عشان يبرد وتماسك لين بكرة بإذن الله. شفتوا ما شاء الله تبارك الله حلانا. الحين بحط عليه خطوط من هذا التوفي ماركة نستلة، حط عليه زي الخطوط كذا ما أكثر، زي الخطوط. شفتوا خطوط خفيفة كذا للزينة. تعطيها شكل بالمرة حلو. شفتوا كذا خطوط بالمرة خفيفة تعطيها جمال. ما شاء الله هالحلا بالمرة فاخر خواتي وملكي، طبقوه طريقته سهلة زي ما شفتوا. الحين دخلوه الثلاجة وخلوه لين بكره.